السلام عليكم. اليوم الكلوب تعادلت مع المتلوي تعادل سلبي 0-0، ثم اللي يشوفوا تعادل ايجابي كيما المذيع نتاع الوطنيه 2 قال لك تعادل يخدم الفريقين وصالح الفريقين. نقول لك يمكن لصالح المتلوي، مع احتراماتي بطبيعه للمتلوي، كانت في الناسيونال كا طلعت للتروا للدو طلعت للآ تلعب على التيوح ما عم بلهاش، المهم تمنع بأي طريقة. في المقابل يا معلم الكلوب أفريكا راهي إنجازات، الكلوب أفريكا راهي تاريخ ألقاب، لذلك أنا نشوف التعادل هذا ما هوش في صالح الكلوب. أما حاجة أخرى نحب نفهمها، سؤال للإدارة الجديدة للإطار الفني ولا للملعبية ولا للمتفرجين كلوب ستي اللي تفرج فيه توا، اللي فهم حاجة خويا في الكومنتار يكتب لي. نحب نفهم أنا يندرى الكلوب سناء مع الإدارة الجديدة بطبيعة شنو الأهداف نتاعو. كان أهداف الإدارة الجديدة والإطار الفني إنهم يمنعوا الجمعية بأي طريقة، على خطر وليت نسمع فيها برشا الكلمة وليت كلوبانا مرحلة الإنقاذ مرحلة الإنقاذ. كان باش نوليو نخمو كيما الجمعيات البودور، وسامحوني في الكلمة، اللي مستنسين هذيك الكورة وطلعها وهبطها وكذا. كان ولينا نفكروا كيما هكاك واعطينا سناء نمنعوا بأي طريقة. اش معناها بأي طريقة؟ يعني عادي حتى في الدقيقة 90 آخر جولة ماركيو بونتو كيما ماركاه يوسف المويه ب 2007 وهزينا البطولة، ولهنا المقارنة ما تجوزش. اما ما عم بناش، المهم نمنعوا بأي طريقة. خويا كان انتوما تفكروا كيما هكا نقول لكم راكم ماشيين في الطريق الصحيح. اليوم التعادل مع المتلوي يولي تعادل ايجابي. اما لو كان الاهداف متاعنا انه نبنيو فريق، ويلزم تكون الاهداف متاعنا هكا نبنيو فريق للموسم القادم، مش بالطريقة هذه، مش بالمردود اليوم ضد المتلوي، مش على خطر وعملنا نيول. لا والله لا، عملنا نيول ضد تطاوين، وقلت الكلوب ماشية في الطريق الصحيح. كيف كيف ربحنا بنجردان في رادس، ومش على خطر ربحنا بنجردان، كيف كيف قلت الكلوب راهي ماشية في الطريق الصحيح. اليوم الجمعية بصراحة ما عجبتنيش، مازالت بارشا خدمة، ما فهمتش الجمعة هذه ايش قاعدين يعملوا. لولا انا اليوم بصراحة حسيت الملعبية متأثرين مقابلة بنزرت. تقول لي يا البياري فيش متأثرين في بنزرت والكلوب لعبوا فرد وقت؟ نقول لك لا، المسؤولين يبداو يحبوا في بالهم يحفزوا في الملعبية، هيا الاولاد جرين تا اكبسوا رواحكم، يلزمنا نربحوا اليوم، بنزرت راهي رابحة. هذا بالعكس، هذا يزيد يأثر على الملعبية، خليهم الملعبية يركزوا في المقابلة متاعهم، النتائج تو تجي من بعد ويعرفوها من بعد، بنزرت رابحة ولا خاسرة، المهم يركزوا في المقابلة متاعهم. ثم حاجة يلزمنا نفهموها واللي ما استغلتهاش لو كلوب، ريتول الملاعبي بتاع الكورة راهو كيفو كيفنا، يعني نفس التخمام، هو جاي من المريخ، راهو مشى يتستي من البطحة، قبلوه بدا يدرج بشوي بشوي، يلقى روحو في السينيور ولا يكور، يعني في وسط الجمعة راهو نفس التخمام متاع الجمهور. شنو هو؟ الكلوب يقول لك رجعت الكلوب بصراحة، كل مقابلة يلزمها تربحها، واليوم جاي للمتلوي ويلعبوا على الانتصار ويلزمهم يربحوا. شفناهم الملاعبية متاع المتلوي الدخلة كانوا مؤخرين التالي، خايفين يلعبوا على النيل، المهم معطينا النقطة، جاوا يشوفوا الشيء اللي كانوا يخموا فيه ما لقاوهوش سيرتي، راه يلقاو الملاعبية بصراحة راقدين، الملاعبية ما همش كيما العادة. خويا قال لك هو مش اللي نسمعوا فيه، لقيناه سيرتي راه بداو ياخذوا في الثقة في رواحهم بشوية بشوية. شفنا المتلوي ولات تتكور، المتلوي ولات تصنع في الفرص، لذلك راهو اي جمعية توا باش تلعب كونت لو كلوب راهي تبدا خايفة، اعطيها تعمل نقطة، فالنقطة هذه بالذات يلزم تستغلها. اللي كان الاطار الفني والملعبية يقول لك المهم اعطينا في الوقت الحالي نربحوا باي طريقة، ما عملناش بالاداء، نعاود نحكيها ونقولها، راهو ما غيرنا اداء ما ثماش نتيجة، على خاطر كي تحب تربح ما غير اداء باش تلعب اسهل لعبه، وهي شنو؟ من الديفونس للاتاك الباس لونغ، وهذه اللعبه هذه يحبذها الفريق المنافس، يركش لك التالي يولي يلعب لك على الاتاك ما غير ما يتعب ما غير ما يخمم برشا، باينه من بلال العيفه باش يعمل سونتراج على صابر خليفه يرجعوها بالراس ويلعبوا لك على الكونتر. اليوم شفنا لي ترواليني بعد برشا على بعضهم، ديفونس مليو تيرا والاتاك، وهذه اخي بحاجه في الكوره، كو سوا الكوره عندك ولا عند الادفرسير، كان الكوره عندك ما تنجمش تخدم لاتاك بلاسي، على خاطر بين الديفونس والمليو تيرا بعد على بعضهم، الديفونس باش يولي يلعب الباس لونغ، وتقريبا هذا اللي شفناه في المقابله. في المقابل كي تبدا الكوره عند الادفرسير وما عندكش بلوك صحيح بين الميليو تيرا والديفونس، يبداو بعاد على بعضهم، الادفرسير باش يستغلك الفراغ هذاك تولي تجيه فيه الكوره، يدور مرتاح ما يقلقوا حتى حد، ولا يصنع خلق
للو كلوب. زمان اليوم الميليو اوفنسيف نتاع المتلوي متواضع، اما لو كان جينا نلعب ضد فريق محترم كيما سي اس اس والاتوال ونخليوهم الفراغ هذا والملعبيه تدور مرتاحه، راه باش تصير لنا برشا مشاكل. وياسي الاربيتر الديفياسيون اللي عملها باسيرو كومباوري وجات عند العبيدي وضيعها، صحيح ضاعت الكره، اما تاع شنو الارجو؟ يعني لو كانت ماركيت هذيك تجيني تقول لي ارجو يا معلم، بالك في بالكم الكلوب انتوما كي ربحت بنجردين عباره عاملين عليها مزيه خويا، تعرفوش كيفاه عملنا عليكم مزيه ضد بنجردين وربحتوا بنجردين، توا خويا رانا باش نوليو ستريكت معاكم ونمشيو صحاح، راهو باش يكون في بالكم الكلوب الى حد الان ما عمل عليها حتى حد مزيه لا من جمعيه ولا من الاربيتراج، وكل مقابله جابت فيها نقطه ولا انتصار راهو بعرقها. يا سي بصيرو برص صمك برص لحنينه برص اللي عز عليك، كي ما نفعتناش القدام ما تضرناش التالي يا معلم. شنو في الدزويت نتاع الكلوب؟ طلع لي عباره جاكي شان ولا بريسلي اربيتر اخر يكره الكلوب وناقم عليها، اقسم بالله ما عم بلوش يحط بيلانتي. المقابله الجايه ضد بنزرت في رادس ما فيهاش كلام، لي تو مقابله بنجردان لازمنا نربحوها باي طريقه، مقابله بنزرت اعظم واكثر من هكاكا، يلزم يعرفوا البنزرتيه لو كان ما يجيوش المقابله هذه يكون خير لهم ان شاء الله، الانتصار ولا غير الانتصار وان شاء الله زين.